أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والمرة دي الرسالة فيها ترغيب باللغة اللي الناس تفهمها، التجارية، أنتوا عايزين تجارة لن تبور، بمعنى إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفاه. القرآن الكريم بيدينا الأمثلة من الحياة عشان الناس تقدر تفهمها، ومن اهتمامات الناس كمان. كل واحد فينا عايز الحاجة الباقية، الحاجة اللي مش هتخلص أبدا، ودي رسالة سواء في الآية اللي هنتكلم عليها أو في حياتنا، إن أنا دايما أدور على الحاجة الباقية مش الحاجة اللي شوية وهتخلص. طب إيه الباقي؟ إيه العمل الباقي لينا في حياتنا؟ هو رضا الله سبحانه وتعالى، وإني دايما أعمل حاجة هتنفعني، عارفة بنقول في آخرتي، ما بصش الحاجة اللي هتنفعني في دنيتي وبس. يعني مثلا حد ممكن إيه نفسه في حاجة يعملها بس ربنا حرمها، أو دي فيها معصية لربنا، ما أخدهاش، كده كده دي هتخلص والحياة هتخلص وهيبقى أثر الذنب اللي أنا عملته. فيبقى دايما أفكر في الباقي. الآية الكريمة بتقول لو أنت عايز تنجح في حياتك، عايز حاجة باقية ليك، اسمع كده: إن الذين يتلون كتاب الله. يبقى أول حاجة يقرأوا القرآن، بس مش قراءة بس، قراءة مع تدبر مع عمل. وليه هي اللي تقدمت الأول على إقام الصلاة والإنفاق؟ عشان ده في المنهج اللي انت هتمشي عليه. ممكن حد يكون بيقيم الصلاة أو بينفق بس مش بيعمل بالصلاة ولا بيعمل بالإنفاق اللي هو بيعمله، فيبقى كلمة يتلون كتاب الله يعني يعملوا باللي بيقروه. وتاني حاجة وأقاموا الصلاة، لازم تيجي الصلاة لأن هي الصلة بين العبد وربه، دي حاجة. الحاجة التانية إن الصلاة كل شوية بتذكرك، افتكر ربنا، انت دلوقتي لسه مصلي الظهر، مش ممكن هتخالف اللي ربنا قال لك عليه وانت رايح تصلي العصر او انت. فالخمس صلوات في اليوم بيخليك دايما في تذكره، افتكر ربنا، اعمل اللي يرضي ربنا. نيجي للحاجه الثالثه، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه. لو جينا وقفنا عندها هنلاقي ان الفاق ده فيه معاني رائعه. انفقوا يعني حصل خلاص، مما رزقناهم نادي يعني ايه؟ يعني ان الرزق هو الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى. كمان من رحمه ربنا انه ما خدش كل رزقك ولكن خد بعض من الرزق. كلمه ومما يعني من الاشياء اللي احنا اديناها لك اعطيناها لك، يبقى انت بتنفق البعض. طيب كمان في كلمه ايه؟ رزقناهم. الرزق مش فلوس وبس، الرزق قد يكون صحه، قد يكون علم، قد يكون مثلا ملابس، قد يكون له صور كتير، ان انا اوصي غيري بالحاجه. فالرزق له انواع. طيب سوره الانفاق هتكون ازاي؟ سرا وعلانيه. هنا قدم السر، واحنا لازم ناخد بالنا من كلمات القران الكريم انها ما جاتش كده وخلاص. كل كلمه بتيجي ليها معنى وليها مدلول، وان هي جت في مكانها ما ينفعش انها تبقى مش موجوده او ان كلمه تانية تبقى بدلها. فهنا قدم السر على الجهر ليه؟ عشان يقول لنا يا ايها الانسان ابعد عن الرياء. عارفه حضرتك الواحد ممكن ينفق عشان يتقال عليه ده بينفق، ده رجل سخي، لكن قدم كلمه السر عشان يقول ان السر مقدم. لكن احيانا في انفاق ما ينفعش يبقى فيه سر، لازم يبقى فيه علانيه، زي مثلا بناء مستشفى، زي مشاركه في حاجه عايز غيري كمان يساهم فيها. فالرزق بيكون سر وعلانيه. الناس دي مالها؟ يرجون تجارة لن تبور، يعني زيهم زي التاجر اللي عايز يحافظ على رأس المال. دايما القرآن الكريم بيشبه لنا بالتجارة. ليه بيشبه لنا بالتجارة؟ لأن التاجر ما بيبقاش عايز يحافظ على المكسب بس، التاجر بيكون عايز يحافظ على رأس المال كمان. يعني شوفي حضرتك التاجر بيعمل إيه؟ بيحافظ على حاجتين، رأس المال والمكسب. طب ده ايه وجه الشبه ما بينه؟ انت كمان وانت بتعمل اي عمل عايز تحافظ على منسوبك من الايمان وتزداد حسنات. فعشان كده دايما الايات فما ربحت تجارتهم، هنا يرجون تجارة، وده معنى رائع. عشان كده شبه بالتجارة وكلمة لن تبور، لان انا اول ما اسمع حضرتك ان في بوار وخسارة
انا بتاخد وبقول ايه ده، لا انا مش عايزه اي حاجه اخسرها. الانسان بطبعه بيحب الزياده، بيحب الخير اللي جاي له. فعشان كده اما قال لن تبور، يعني مش هتخسر ابدا ابدا، وهيكون كل طريقك النجاح والفلاح. تحفيز زي كده، بنحفز حد ونقول له انت هتكسب في الدنيا زي ما هتكسب في الاخره. فربنا سبحانه وتعالى حاطط دي نصب اعيننا انه احنا هنكسب كمان في الدنيا يعني، ودي حاجه من المحفزات لبعض الناس. شوفي حضرتك الايه الكريمه، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ربنا خلق النفس البشريه صحيح، ويعلم ايه الحاجه اللي تحبها صح وتطمح اليها. يعني انا نفسي في كذا، فالانسان نفسه دايما ان يكون احسن، نفسه ان يكون اعلى، نفسه ان عنده خير كل شويه، رزق زياده زياده دخلاله. فلما نقول يرجون تجاره لن تبور، والناس العرب او اللغه نفسها في كلمه التجاره، يعني انت هتحافظ على كل حاجه، هيجيلك الخير. لكن السؤال، انا انفق ازاي وانفق لمين؟ عارفه حضرتك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم برضه في تحفيز على الانفاق، ان اليوم الصعب اللي هو يوم القيامه اللي يعني بيبقى الناس كلها منتظره نتيجه الامتحان، الامتحان اللي عملوه في الدنيا، يا ترى انا هنجح، يا ترى انا ربنا هيرضى عني، يا ترى هيكون شكل ايه بين العباد، يا ترى هنجم اللي انا شايفه، يا ترى هاخد المكافآت الحلوه. فبيكون يوم صعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن سبعة يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله، منها رجل ينفق فلا تعلم يمينه ما أنفقت يسار شماله. إن أنا كنت حريص على إن محدش يعرف، إن مفيش رياء، مفيش مفاخرة بين الناس، يا رب أنا بعمل ده من أجل مرضاتك. شوفي حضرتك ده إحساس رائع. وهو ممكن نفس الشخص يعمل حاجة في العلانية طبعا، ويعمل حاجة في السر بالظبط. يعني يبقى عنده الشيء اللي يقدر يعلن عنه عشان يحفز غيره، وفي نفس الوقت يبقى عنده حاجة تانية. فمش معنى ان هو اعلن في مرة يبقى هو بقى راجل مرائي وبقى على طول، ما هو اكيد عنده حاجات في السر ما قالهاش. وبرضو اللي بيعمل في السر وما بيعملش خير ما بيقولش في العلن خالص، مش لازم يعني يبقى اللي بيقول في العالم بس يبقى احسن منه، ده ما بيعملش خير. يعني فكره برضو انه دي حاجات بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، ومش لازم تبقى عرضه لتعليقات الناس، او انه ده بيعلن يبقى هو ملوش حاجه في السر. حضرتك ايوه طبعا. بصي حضرتك، هو الرك كله على النيه صحيح والاخلاص، تبقى خالصه لله، على علاقتك بربنا. ايوه بالظبط. يعني ان انا ما اتشغلش بكلام الناس. عارفه حضرتك احنا مشكلتنا ان كل واحد يقعد يفكر فلان هيقول ايه. صحيح. وقعد اهتم بكلام ده وبكلام ده. خلي بينك وبين ربنا سر. عارفه حضرتك لما حد نهايه حياته تبقى نهايه حلوه قوي، نقول له ايه، ماذا بينك وبين الله عشان يحدث كذا وكذا. خلاص احنا دلوقتي لسه بنشتغل. خلي بينك وبين ربنا سر. ادخر حاجات تنفعك في الاخره. احنا دلوقتي في امتحان. هو احنا في الامتحان حضرتك بنوري الناس كلها احنا بنكتب ايه؟ ما بنوريش حد احنا بنكتب ايه. انت بتكتب في الامتحان عشان اللي هيحط نتيجه الامتحان هو اللطيف الخبير، هو ربنا سبحانه على العليم، هو الأعلم بما في النفوس. يعني بالظبط كده، هو الأعلم بالنيات. عارفة حضرتك سيدنا الحسين ابن علي، وهو مين؟ زين العابدين الحسين ابن علي. يعني شوفي حضرتك النسب، أبو سيدنا علي وهو من بيت النبوة وقد إيه هو، لكن كان يعلم هو والكثير من التابعين والصحابة، يعرفوا قيمة الإنفاق ويعرفوا قيمة السر. عارفة حضرتك كان بيعمل إيه؟ كان بيلف على بيوت الناس المحتاجين ويحمل لهم الدقيق بنفسه خفية. يعني كان بيمشي في السر، يشيل الأكل على ظهره كده للناس وما يعرفش حد هو بيعمل إيه. ليه؟ عشان يكون العمل خالص. لكن لما مات لقوا إيه؟ لقوا آثار الحبال والحاجات اللي كان بيشيل بيها وهم بيغسلوه، لقى الآثار دي على جسمه.
شفتي هم عرفوا منين؟ لكن هو كان حريص طول حياته على السرية. وكمان شوفي حضرتك هو كان ايه، يعني ما قالش انا ليا فضل وانا ليا حسب وانا ليا نسب وانا في اعمال تانية صالحة بعملها، لكن كان الانفاق. صحيح. الصحابة عارفين اهميته، ومنهم طبعا سيدنا الحسين، والكثير من الصحابة كانوا بيقدموا موضوع الانفاق ده وبيخلوه في اول الطاعات. طيب الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، هل ربنا سبحانه وتعالى خصه بمعجزه ما في شفاء الناس، ولا النبي بيدعي لفلان فبيشفيه؟ هل ده نوع من انواع المعجزات الخاصه بالنبي، ولا الدعاء فعلا ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب له في كل الاحوال، سواء كان من النبي عليه افضل الصلاه والسلام او من الباقي البشريه؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا اختصه بمعجزات. تمام. في حاجات عرفناها وفي حاجات لم نعلمها، زي مثلا البركة، زي ان هو كان ما بيدعي لحد بيشفيه. لكن احنا اتفقنا الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، لكن احنا حالنا ايه مع الدعاء؟ بصي حضرتك الآية دي، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني دي كمان رسالة للأمهات، ممكن الإنسان يدعي على حد بحاجة يفتكر إنها خير وهي تطلع شر. صحيح. فكون ان ربنا ما استجبهاش دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. وساعات الانسان من ضيقته، او خصوصا مثلا الامهات تدعي على ابنها ربنا يستجيب، وتدعي على نفسها، وممكن تكون ساعه اجابه. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تدعوا على اموالكم ولا على انفسكم لعلها توافق ساعه اجابه. ساعتها الانسان يبقى عنده الحسره ان هو اقدم، هو اللي داعي بنفسه على نفسه. فيكون الحسره. فاحنا دلوقتي حالنا ايه مع الدعاء؟ اما ربنا بيؤخر الدعاء لوقت معين، هو ده الوقت المناسب، عشان كده لما احنا الدعاء يتاخر ما زعلش، ولكن اقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. عارفه كمان حضرتك افتكر مين؟ افتكر سيدنا ابراهيم عليه السلام، لما دعا ان ربنا يبعث في الناس رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه، وكانت الدعوه استجابتها مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفي بعد كام سنه. فاحنا عايزين نسال على فكره، لما دايما لما حد يبقى في مستشفى او حاجه يقول لك ادعي عند الراجل اللي انت بتزوريه ده، ادعي عند الست الكبيره اللي انت بتزوريها، يعني روحي زوريها وادعي هناك، فانت في معيه الله. فاحنا واحنا بنتفرج على صور مستشفى البر والتقوى، وفكره انك هتزور حد مريض او تدفع لحد مريض انه يدخل ويتعالج، او تدفع في مستشفى عشان تعالج كم كبير من الناس، الدعاء بقى اللي يقترن بمثل هذا الفعل. طبعا لو انا رايح لحد مريض اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. لكن كمان من ضمن الحاجات اللي انا اساهم فيها هو المساهمه في بناء المستشفى، المساهمه في التجهيزات وجمعيه البر والتقوى. والمستشفى اللي هي بتجهزها حاليا في دمياط هي بتخدم عدد كبير من الناس. طيب المساهمه في المستشفى دي ليها ثواب كبير؟ طبعا ليها ثواب كبير. اول حاجه انت بتجبر بخاطر الناس اللي هتروح وتتعالج في المستشفى وهي غير قادره على تكاليف العلاج، انت جبرت بخاطرها وراضتها، ويعني فكيت كربها. تاني حاجه، واحنا عارفين ان اللي بيفرج كرب عن مسلم ربنا بيفرج كربه. كمان نفتكر الايه الكريمه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني انت النهارده بتعمل حاجه فيها احسان، كن واثق تماما ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضك باحسان. كمان لما نشارك في المستشفى دي صدقه جاريه، يعني انا ممكن يكون حد عزيز عليا توفاه الله، اساهم في المستشفى بنيه ان ربنا يعني يوصل الثواب يكون لهذا المتوفى. يعني المشاركه في المستشفى من اجمل الهدايا اللي انا اوصلها للي بحبه اللي انقطع عمله من الدنيا خلاص، وبقى كل عمله ان هو الصدقه الجاريه اللي بتروح له. طيب احنا شايفين اهو خلاص صور المستشفى قربت على الانتهاء، وكل الاجهزه اللي محطوطه فيها كلها بالكامل من تبرعات الناس، المكاتب، الكراسي، الدواليب اللي بتحط فيها الادويه، الثلاجات الكبيره، غرف الاسنان، الاحواض، الكلام ده. هل تفرق دفع الفلوس في التجهيزات عن دفع الفلوس في اجهزه الأشعة، الحاجات اللي بتستخدم في العلاج مباشرة؟ كله خير، بس المهم نقدم
على الخير وما نتأخرش، فاستبقوا الخيرات. وإذا كنا احنا شفنا المستشفى ما شاء الله يعني وصلت للمستوى ده، بصي حضرتك التشطيب، بصي ان هي واصلة فعلا تليق بآدمية الإنسان وبكرامة الإنسان. وأنا قاعد كده بشوف المستشفى دلوقتي أقول يا إيه الخير الكبير اللي كل واحد ساهم وتبرع عشان نشوف اللي احنا شايفينه ده، ليه أنا كمان ما أكونش زيه وساعد وما أحرمش نفسي من الخير الكبير، وخصوصا إنها صدقة جارية، يبقى عليا إن أنا أسارع وساهم ولو في جزء بسيط. يعني عارفة حضرتك لو أنا ساهمت في سرير، لو ساهمت في 8 جهاز من الأجهزة، ما هي دي صدقة جارية. كل ما واحد بيروح يتعالج ويدعي للي كان السبب في إن هو وصل له الخير ده وإن هو ساعده على العلاج، وحضرتك عارفة إن المرض ما بيستناش طبعا، يعني أي حاجة، في حاجات ممكن تنتظر لكن إلا المرض، إلا الألم، إلا أن يكون الإنسان في احتياج إلى حقنة معينة أو كيس دم أو جهاز تنفس، في بعض حالات التنفس ربنا يعافي الجميع. لما أنا أكون سبب أني أنقذت حياة إنسان، وجمعية البر والتقوى بتساعدني أن أنا أشارك في هذا الخير الكبير وأن أنا أعمل الخير ده وادعي ربنا سبحانه وتعالى بالقبول. جميل. طيب خلاص، واحنا في العد التنازلي للعيد الكبير او العيد الاضحى، كل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك طيبه. انا عايزه اسالك في الاول في موضوع الاضحيه، هل ممكن حد ما يعملهاش؟ ويعني هل ما مدى وجوب فعل الأضحية؟ هي طبعا سنة مؤكدة الأضحية، اللي قادر عليها في ناس ما تقدرش، لكن أنا عايز أقول بقى اللي قادر عليها ما ينتظرش بيعملهاش. طب اللي قادر وما بيعملهاش ترك سنة. لكن احنا ليه نترك سنة؟ ده احنا داخلين على يعني أيام فاضلة، وهي ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيها والفجر وليال عشر. وإذا كان مثلا جمعية البر والتقوى بتشيل عننا عبء أن أنا أدور على مين ياخد اللحم، بتشيل عني عبء أن أنا فعلا أوصل الحاجة للمستحقين. وكمان حضرتك السقوق مختلفة، يعني عندنا سق الماعز ده تكلفته للفرد 3000 جنيه بالنسبة للخروف، 3500 بالنسبة للعجل، ده ممكن يشترك فيه سبعة، وتكلفة السهم 3500. وكمان الذبح بيكون تحت إشراف بيطري، واللحوم بتكون بلدي. أيوة. وطبعا كل دي حاجات، يعني بص حضرتك جمعية البر والتقوى بتشيل عني عبء رعاية الذبيحة، توصيلها للناس انها تكون في اماكن بعيده، اماكن لناس فعلا مستحقين. يبقى الواجب عليا ان انا ايه اسارع فيها، وكمان ما اخرش بقى الخير، ما استناش لقبل العيد بيومين واقول انا هروح اشارك ليه. نفتكر فاستبقوا الخيرات، الخيرات لازم افتكر دي. افتكر كمان ان العمر مش مضمون، قد ينتهي العمر والأجل في أي لحظة. طيب يبقى أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل الحاجة اللي تنفعني. عارفة حضرتك إحنا كنا بنستعد لرمضان من قبليها، ورمضان ده 30 يوم بستعد إن أنا إزاي أكون أفضل، بستعد للخير اللي أنا هعمله. طب دول أقل 10 أيام، فيبقى أنا أستعد من دلوقتي إن أنا أشارك في هذا الخير الكبير. جميل. طيب أخيرا، هو يقدر طبعا يستبق الخيرات ويدفع من دلوقتي، لكن كمان الموضوع مستمر لغاية 3 يوم العيد. هو الذبح هيكون في أول وتاني يوم بالنسبة للقاهرة، وبالنسبة لباقي المحافظات في من أول اليوم الثالث. هو احنا نقدر ندفع في أي وقت، لكن ليه احنا نخلينا للآخر؟ ندفع من دلوقتي، وعارفة حضرتك ان احنا نقدم الخير، لعل بركة العمل ده ربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب لي الخير، يفك عني الكرب، عارفة يريح بالي، يريح قلبي. عارفة حضرتك ناس تقعد تقول أنا متضايق ومش عارف متضايق ليه، أنا عايز إن حياتي مقفولة، أنا حاسس إن أنا متلخبط. أكيد ناس كتير بتحس بالكلام ده. نقول له اعمل خير، وادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يريح بالك ويطمن قلبك، قرب من ربنا، جدد النية، خلي عندك دايما إخلاص، أشكر ربنا سبحانه وتعالى بالقول وبالفعل. جميل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة سماح عزب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم. بشكر حضرتكم على حسن المتابعة، أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.